بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله، وحدثنا عبد بن حميد في باب طيرة والفأل وما يكور فيه شوب. وكسب سنيا طيرة طيرة باسيسيغا يا شؤميغا وحلا باسيستو مركو ورانا شمبيرها يا طير كي يوحاسي أصل كيدي كي ماتي إن وحلا باسيستو إذا الباسوق جليس مرك أما شمبير لا باسيستو أما قفا كوصو بحي آد باسيستو ترى هذا وحاسو إي كيني يبقى سو إي كيني إيو aad ka naxdo ama bilihii bil kamida aad baaseysato ama maalmihii maalin kamida aad baaseysato waxyaalahaas oo dhan waxaa la dhaa tiyara, waana waxaan bannaanayn. Maxaa yeelay qofku mala xun ayuu malaysanayaa, isagoo wax daliil iyo xujo aan u haynin wuxuu malaynayaa إن نفعك هي دبك وكيمان يا وحنا الله يهين ودب أجريسن كرو أما نفع وكهري كرو وحنا الله يهين سبحانه وتعالى. إن ضر يا نفع أحدا الله لا تيرينا قل إرادة حقيقة عالية وودي قدر أكيني كرا أولى يهينا شرك ويان الطيرة من الشرك بصارت سادرت هذا حديثتي حالي أصاب مرة قيب كميدة أيوم مصنف رحمه الله تعالى سيئا بقال يا وقصي وضع الفعل فالقنا وحاويا وعكسك ضيرا إن أوح باسي ستو عكسك كسور جيدا وحاوي إن أوح سات ستو وحد وناكسا وحد مقشي أما آد أركتي أما فعلة أقوم مغضي إن أدنيد وناك إيه الرجو هذا حق الله كالرجي سنيسو آد كحن بارتو حاسكا. مثال هام الله أحكام قيهم بوحد مق الشيء يا واجد كي هلا يو أما يا النجيح كي قول يستيو أما يا الرب يا الرب يا الرباح ما بق الشيء أما يا أفل يا مفلح قبلي باني هذا الله نعاس وكلا أيات يا مق الشيء هذا هو هؤلاء هذا سكوت أما وحرات ثنائية هذا الكاس وحد كحم باري سائن خير يوناك يلي يبان يقول إلهي إنه كسيه سبحانه وتعالى الله كما ليس نسار وهذا الكاس الله حتكون عليه سار رجاء ربك قبطه سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي بو إلهي ليه أدون كي قوحو إيه ما ليستو إيه إغفي الشو إيه إغرجيه إيه أيام أهيا مركا ظنوا الصوء يا ملحن لمر بيه ملوّن أكسر إيه ساتش في عن إنا ربي كفا كفا ساتش طعيا في عن الفعل كاسا لي لهذا كلمة وين أكسر وضبق شيء وما يكون فيه شؤم وباب ما يكون فيه شؤم وح الشؤم جا وكا هذا جديسة هدي أم وح ل شؤمني أو وح أم لباس سني ما بتجري وحيالها إن لباس استأي تهي أيضا وكا هذا دورا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني قال أخبرنا معمر هو بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري من شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء السبعة في عصر التابعين بكبدي أن أبا هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه قال وحجري سمعت وحام مغري النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا طيارة باسيسي مجرته وحان الله يهين أو ضر يبكو كيني كرا مجرته نفعك حقي سوكا هذي لا طيرة وخيرها وحاو خير بضان وحقفك أم ليستو الفأل ساس شرفي عن أي أبونا سبو نبي عليه الصلاة والسلام وخيرها يعني مليسي وحلا مليستو إن حق شؤمك باسيسي لما أقره وحاو في عن إن لما ليستو الفأل ساس في عن قيل وحالي يا رسول الله وما الفأل فأل محل ده النبي الله بقى النبي لقوي ديهي. قال وحجر الكلمة الصالحة وإري ونكسن أو طيبه في عم أو يسمعها أحدكم أحد كير أم مغلايو
magafii abuu maqray dhawaaq wanaagsan ba dhigtiisa ku soo dhacday asagoo wuxuu kurba ku taagan tahay ayuu maqlay waa loo waxa weeyaan inna ma'al usri yusra buu maqlay ba inna ma'al usri yusra ayuu maqlay arrimii culayska yusri ba ka dambeeya quraanka buu dhageystay hadal fiican qof uu ku hadlay buu maqlay oo ah macna ya saliim oo kale qof nabad galay ama ya xamuhaya يا نجيح أو كلا قف قولة يستوي نجحي الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم حكين ومغلايو أي أيوه نبي وشعلان جري عليه الصلاة والسلام أليه هو ناكسن إيا مقع في عن قصة ذي واتقر قصة الحديبية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمر ذي وآدي مكا قال بي كهري ماذين يؤدي ذي المكا إنه قاله ويردقال مقع ومسع عنه عمر رسع عنه ولا هذا المركز دمبي هذا قريش سود رأي رب نبي بي سود رأي نبي هو تعليقنا يا عليه السلام كوا في عين كروا وحو حرمية هذه هذا حرم ك وحو صعد المركز دمبي وحاي ميت نينك بديه تري سهيل بن عمر أبو جندل أي يمت مركز نيك أبو جندل أبي مركز نبي عليه السلام حيري سهيل سهل الأمر كوا سهيل أمر كان هو سهلا هذي أمر كاني هو سهل أنا هذي عدد مقاش مثلا سهل سهيل يا مقاش وحي حارب علس وذاك وكوجره أما وحوا ياسر وحال قلبي غشر يسا ما شاء الله خير بعد عي خير بعد الله هري إلهي بعد مارتي وحنا وفض ذي تاسونا ذاك قات عليه الصلاة والسلام ولذلك نبي ويدين جري ما شاء وصع هذا وضد مقع هذا يوم ما يراه الوصع ذا الدجان كان مقع هذا أيوه ويدين جل المقع في عنا ديت أبو كفر حجي رسولك عليه السلام قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعد الفهمي قال حدثني عقيل بن خالد بن عقيل حوى حدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي قال أخبرنا أبو اليمان الحكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الدينار الحمسي كلاهما عن الزهري وحكوري الزهري كلاهما وحلله وعقيل يا شعيب زهري بكورناهم بهذا الاسناد مثله وفي حديث عقيل وحاصر كسرا ومن كان لورنا يرى شعيب كقد وياه عن رسول الله بيري صلى الله عليه وسلم ولم يقل مره سدى شعيب وكلا سمعتكم اولين وعلى ما طريقه كم اذا طرق ذا وحلو وريه طرق الاداء ايا لهذا وحين سلك كهيان معها تحملك marka siyaq al-ada waxay ka daba fadhidaa duruq tahammul marka waa barnaamij ay qaanaan muhaddithiintu iyo mustalahaat u gaar weeyaan oo aqtooda macna weyn ayuu ugu fadhiyaa hadatha akhbara an ana sami'a intaba isku laysa tawa isku mid ma aha maratib iyo darajaat ay u kala tahay wa fi hadith shu'aib qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama qala ma'mar bi sahih qurra'a shu'aib wa sami'a ay ka qadan sami'ana ka xog badan qala hadathana haddab bin khalid qala hadathana hammam bin yahya qala hadathana qatada ibn du'am as-sadusi ana mas ibn malik abu hamza al-basri al-madari thumma al-basri al-ansari al-khazraji radiyallahu anhu wa arda anna nabiyallahi nabiy ilahi sallallahu alayhi wa sallam qala wa hujri la adwa عذر اسكو طلابين ما جرت اسكو قد بيه وعذرك اواد او مالا بدبعه سيدة تذكر يا مسلان جرين قبل الاسلام جاهلية دي ايا لدي دي هاي اي اسباب واجرتها ولا طيارة باسيسنا ما جرتو لا باسيستو انا شمبر كو صبحي اما اب مقشي بوميستي بان صوب مرأي الا باسيستو عد كيذا مارتي توكوك وري اقتال استاقي شمبر انا باسيستو وحبانا كيري كيري وحبانا انا انفعي كيرين كونا اد ابشر ستو اطير هذا وحبو كيرا ود أبشر ترى هذا وحاس وحي كميتا وعيالها شرعية خلاف سم قفكنا أد كل حريسو على قديسي الرجديسي رب الله سبحانه وتعالى ملحنا كيريس ويعجبني وحا عجب قرين بنبوله يعجبني معناه وقوضا ينشطني وحا نشاد قرين أنك فرحي الفعل فعلية الكلمة الحسنة كلمة وناكسن الكلمة الطيبة كلمة طيبة وناكسن أن مغلي أيام مرت الرجو وناكسن أو يحسسنيسا إلهي سبحانه وتعالى رجلا عنك قبلي يوم مارت خيرك يوم ناق حق إذا كفل رينه توان في وافي عن تاي أري ولا سوى في عين لكن أري حر مو ناق سناء هد بحوها وح وكاني كرا تضير مجرته تضير روح جيرك مجرته طيب
قال وحدثنا محمد بن المثنى والبشار قال حدثنا أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل وهي عجب قليل أن شألها يوم كفر حياة فألقة. قال قيل وحال وما الفأل؟ قال الكلمة طيبة كلمة وناكسا أري في عن نفط أيا جعل وقلبك أيا كفر حياة والرجيك أبو ريسا وعوناكسا وقلبك أفي عن داد مقشه. قال وحدثني حجاج بن شاعر حجاج ابن يوسف الثقفي بلدها نكي تابعيها ممحوها تابعيها لكن ما هن التابعين بإحسان مونا نحين وحوها نين ربضان وضدك الله يوها كاس هذا كان اسكو مقعيين كان مركوا شيخ مسلم ويان كان وحوها تابعي بوها الصحابة يقول سوق قاري لكن ما هن التابعين الله بإحسان مونا نحين وانك صحابة الله تابعين الله أولياء الله صالحين ضد الله يوي كان لما كواسكم مقع حجاج ابن يوسف الثقة في بالير هذا لكن معروف حكوية حجاج الشاعر. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن السيرين البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب وحان جعل الفأل الصالح الفأل الصالح يعني الحسن طيب وحصاتش في عام. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى مجر تعذر اسكت الله من أود أوله عذر عذر كره قف كلا كل كل عكرا وحي وقدر الله يا إذن الله يا أمر الله أوسنجرين أود أماله ربنا قف اسكت أوبا مننا هرب كل عيا مننا هرب كل عيني مركب واحد بقدر الله قص على لكن أسباب تأي حذر كهدنا وليس أمري وقدر كي إلهي سبحانه وتعالى سقى أوجره هذا أيضا كي الله وحلو سميه أسباب له لا عدوى ولا هامة هامة ذو حويان لما معنا بواقصها مري أما هامة وحويان باشا ليرادو قوميستا شمرت قوميستا ليرادوي يا هامة لها معوها أيدتكم باسي سجلين وواح إسلام ككور دتكم أي شوم يا باسيسي إسلام كدي من السيدي بقصة عضاء إلهي هذا الصماردو قوميستو ماتش على ربادية وماشي كعضاء إذا يدي إيا قوليها يدي صافور شيء إيا وحيكا أركان إنا يتهي وحدتك مصيبة صوتها أيها أركان ولا هام قوميست لباسيسان أو كيري كارتا كيري كارتا مجرت ولا طيارتا باسيسي أو لن ما بجره ووحب الفأل صالح فأل يا ساسية في عمان شعلهي. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الله بن مسلمة بن القعنبي القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس نبي عبد الله الأسبحي حو حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بل بضع علي حمزة يا سالم عبد الله يقول بضم لها حمزة يا سالم كان يا عبد الله يا عبيد الله يا واقد يا بلال أولاد عبد الله ويبضنائهم عن عبد الله بن عمر أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الشؤم في الدار هذه شومي يا باسيس إن كان شيء من الشوم هذو جرو ففي الداري قريب على باسيسته والمرأة ناقنا ولا باسيسته والفرس فرس ولا باسيسته هذو بجرو وحلا باسيسته أو دارت باسيس كده وحوي تقولي عريري أو أكو مرة أدم كوكلا فراق سن كرين عريري قبله يويلشي يا مرتدي يا إنكي يا ريركيسي عريري سيدا دب وريها دبادي هاي سكين وريهم على رتاي oo wax laga fiican yahay oo gurigu waasac inuu yahay oo martidu raadhin tahay gabdhuhu raadhin wiilashu raadhin kaasa fiican marka taa lagu fasiraa waxa kale oo ashumu fi dar soo galaaya gurigu haduu dars xun leeyahay jiiraan xun baa ilaahay dars kaaga dhigay oo hadalkoodii iyo ficilkoodii intaba aad ka badbaadeynin oo dhibaato toogta kugu ah shumu fi dar ayada way soo galeysa darska haduu kugu ximaado waa aad iyo dhibaato dariska wax looga hadlay quraanka looga hadlay xadiidka looga hadlay waxa weeye waa dad wada dagan oo wixii dhibaato ah isku sameeyaan dhibaato xanuun badan keen hadii anfacaan wax isku taraana fiican weeye marka waridaalku nabiga ilaahay ka magan galay cali salaatu wasalaam kama fi sunan allahumma inna a'udhu bika min jari su'i fi dar al muqam fa inna dar al badiyati yatahawwal ilaahu aan ka magan galaya waa ilaahay laga magan galaa dariska xun ilaahu aan ka magan galay daris xun oo meel laga guureynin haddana kula degan
فإن دار جار البادية يتحول بادية درس كبادية ولا كلا جورا يان هذي حروه إسقروا يان وحاول كلا هذه مشرق يا مغرب يا لو كلا جوري هذي الكرتا ولقى قدام إلى لا دقن ولا درسين لكن هذي ودرس كي مجاله يقول بس هو يال جوري حقيت جين باس كي حقيت جين درس كروا قوة حماضي مت كاسات لبدن كاسات لبدن مركا أن صبر إيوه الله باري إيوه إسك إحسان الله سمعي إيوه وحاول مركا الناس بيسموه يرباته بضموه والمرأة مرأة ما ناقت شو ميجي ذا باسس كيدو وهذه تناق عرب دير أو لتك أدران أو قرابة أدران أو نين كتب تأ أو غير كي يجوري ما مل كيسي أجاسين كيسي يمسؤولية الحيل كي يجوري أكسب بحن نفع الله يندر مويه تحسن وحلا باسس تي تهايو على الله ما في هنا فرس كورا وحوي والفرسي ذو فرس كفرس يا سعد قابان أو هذا ميلا هذا كجاري إنه عدو يبكو سواء قابان كرو أما هذا ميلا كجاري كرين أما مهمة دي فرس كأنت بدل دبابات بوهنجري علامة للجهاد بوهنجري الخير معقود في نواسها الخير الأجر والمغنم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة وحبا أضف كولي كارس يروا سوق الأيا قال حدثنا وحدثنا أبو ظاهر أحمد بن عمر بن الصالح وحرب الله بن يحيى قال أحد أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن وهب عبد الله أخبرنا يونس بن يزيد عن هشام الزهري عن حمزة حمزة بن تؤمن وصالح ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى مجرته ولا طيارة مجرت باسيسي وإنما الشوم وحل باسيسي دو مجره في ثلاثة سدح المرأة وويرحهم يو الفرس فرزا فإذا لهين يو الدار الدار أو جيران حن يدرس حن وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صالح وحمزة ابن عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حو حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عمر الناقد بن بكير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدث مركب مسلم وساس سرعة يا رواية مركب حين قرأت رواية الابن عن أبي عن جدي سنن كنا رواية باز من حكيم عن أبي عن جدي عمر بن شعيب عن أبي عن جدي ورواية الأساقر عن الأكابر قال حدثنا عقيل بن خالد حو حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق حو حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان الحكم بن النافع أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شومي مثل هذا قصاب سني مثل حديث مالك بن سراع لا يذكر أحد منهم قف شيئا وأياه كمل في حديث ابن عمر العدوى وطير الشيء مجر تغير يونس بن يزيد مويينه يونس بن يزيد مالك بن طمعنا قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر حدثنا شعب بن حجاج عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي قال وحجري إن يكن من شؤم وحلا باسيستو أو بر ينفعكو كيني ما بجرته اللهم الله ماذا بكيني هدو سجره وحلا باسيستو شيء هدو جره حق وحد جره ثابت أو صغن أو بابا هدو جره ففي الفرس فرس قال الله باسيستو حنا أنفع إذا لهين سعودك قاما والمرأة يهوين ربضان عرب دير والداري الدارتي ودارسك قبوح ماري وحدثني هارو بن عبد الله الحمال قال حدثنا الروح بن عمادة قال حدثنا شعب هذا الإسلام مثله ولم يقول حق معنا ثابت بالوجده قال وحدثنا ابو بكر بن اسحاق حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثنا عتبة بن مسلم عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان كان شؤم في شيء وحلا باس استهدو جرف في الفرس والمسكري مسكر ودار والمراه ينكت وقال حدثنا عبد الله بن مسروه بن قال حدثنا مالك عربي حازم سلام بن دينار الاعرج عن سهل بن سعد الساعدي ابو العباس قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجري ان كان اي شؤم ان كان شؤم دجره ففي المرأة والفرس والمسكر يعني شؤم وجده ان كان قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الفضل بن الدكين ابو النعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن ابي حازم سلمه عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اما ضم بن الجني ابو حازم او سهل كورنا دارته واسلم بن دينار حدوس ابي هريره كوريو ابو حازم او ابو هريره كوريني وسلمان الاشجعي مولى عزه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي بن راهوي قال اخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عبد الملك قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء شومي هذا الشيء كجر ولا باس يستفى الربعي ربعي هو مسكن كيدارته والخادم خادمك وحماري او خياوي يا دباته والفرس يا فرس طيب والمراه ماشيه بخادم قري
باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. كهانة هو حرام إن لبرتو أما مارت الاعتقادي ولا الرومايستو ولا آمنو إتيان الكهان ذاتك كهانة اللي إلا الله تقر حرامه وذاتك وحشيك شيكا وحا مقام علم القيب كإلهي موين أحد كلاو قرن أيو إلهي سبحانه وتعالى إيا الرسول لو وحيو ذي موين وحكا وقرن وسجرين نيكا كشاكا يوي يا كاهن لدها فعل كلا كهانة لدها ذات لشاقا يستجين كواي وحشيك شيكا بينتو هذا بلا مركة. نعم صدقهم ناذر وكذبهم غالب ها وحير بالغيابة إنه مرأة الصيبة ورن أي وافقه أنت كلام بينوي ذاتك ما كوا حاسير يا وحمودان وحمودان أصلاً كلهم ما يعني كاهم بانا هاي كلهم ما يجو قفناها يعني كاهم بانا أما ساحر بانا هاي مجرت كفلن فلو ويا وصاحر سنة جير جوز كه وحا وحقناها يا ولي أولي ذي هاي كم دانا هاي ما بيو قصة لي واستغفار سن قرار أخذ بالله كوكارك وسكر دعايا قف توصل مسكر دعايا لكن ألبتي سوى أوجار ألبتي سوى أوجار وحي كهرها أما صيرها وسمينا ينا كرامة الأولياء وكوفة سيرايا يكون مقعبايا ذات كان نوع عاسة مركا وذات خطرته أد أبضانتهاي أد أبضانتهاي وي كاينكم مركا جنب الله شاقيستا ذات كان جنك الله شاقيستونا وسائل إيه وحيا رب ضم بي ذات كوهر وسدان أو مدفوح بوشيدي أو وحبا سود دقيبو كليه مدنا وحوشيغا يا وحيالو كتاب وكم مقعبايا انتو فير فيريو يولا وحر يسو سارتي وحجرنا معها وحب دراسيم وساقو ساسمايستي ويان أما قولا ساسمايستي وكسو قاتي waxa soo dhan waxa way dadka lagu nasar haadir dhabta jirta waxa way jimbu la shaqaysta haddana abu dhahir wa harmala ibn yahya qala akhbarana ibn wahb min akhbarana yunus an al-shihab an abi salam ibn abd al-rahman ibn auf an muawiya ibn al-hakam al-sulami qala wa huwa qultu wa hana ya rasulallah rasulallah umuran as'aluka umuran wa han ku waydinaya arimo an kunna ahan jiray nasra'uha kuwa samaya fil jahiliyyati xilligi islaamka ka horeeyay jahiliyya ku sugnayn وعيالا سمين دي ربان كو سؤالي سؤال شبو بالله وحيو كنا ناتي الكهان نمان كهانا اللي يرى هذا وميلفة فردية او وحشيك شيكا او يرى هذا وحي ساسو ويانا حلقا ساقدي ماان دونا وحا ساقدي عدونا نهو داتك وحكاكا قاطا داتكا سنوتكي جري ولذلك وحي عنا النبي وحكوت المام حلوان حلوان الكاهني خبيث وقف ان وحد باتا ايا وحد باو امرئان جرين بذيت ان بذيذين هدنا نقال الرسان هيا كاهنوي مجرد وحيالها سؤول شاك شاكي بيداد كرر موذي حولوك يا قادر ايان مركا وحوليها وحسن اتقي جري وقتك اسلام ككور جاهلي دي هدر ولو جران قال عذر النبي عليه السلام فلا تاتو الكهانة ها اتقين انا اتقت القرقي ساك شاء الله معها غنبا نعربا ها اتقين هذا اتقت الدمي بكاسي وقاري هذا اتر رمي ستنا فقد كذب على محوها وحوك بيني على ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قفك كاهنك يا عرافك يا اتقى الرمي نبي محمد وحي الوزد دجي ودينها بكل بينيي وفقا خطر بكسوين قال وحي قلت وحان كنا نتطير سؤال لباط وحنان باسي سنجري أدانك الله صباح دي شمر بانو صباحي شمر كهدو بدح أبوبه بدح هدو أبوبه وان باسي سنين ملك هدو أبوبنا أبشر واي كنا نتطير شمرها قار يا حيوانك قار قال وحي لذاك الشيء وحا ووح يجده أحدكم أحد كينو هلية في نفسي نفتيس أوحد نفتها دولة كه شيء قلبي قشتي وحك الجرا ما جرتوا فلا يسودنكم يرى وحى سقى دنتي على أسعتين إن جس الليحين حسنا عليه السلام أروح نفتح قش حديث نفسي وي أبو ما سكش شكي وح ما سكش شكي زاتي بس قعد هذه وإلى كوسقنا الرمبا وكل قتاي كدي بدنا فعل يشقى بتكون استي وتكون بناي سي إيه فلا يسودنكم وح واحد جرا معها شمر كاسا وشمر شمرها هذه هي أبو ركمة حيوان كاس وحيوان هذه أبو ري dadka ku imaaday qof baa sidaas ahaayo qof suurada alaabay ugu soo baxayo waxba waxa soo wax ka jira male fala yasudannakum shaydaan kaska naara danta la socoteena ha ka soo noqonina ee soo maanta waa dhibaato dhacaysi waxba iimaan iyo hadheen qala wa hadathana muhammad ibn rafi hadathana hujaym yaani ibn mufanna qala hadathana layth an uqayl ha wa hadathana ishaq ibn ibrahim wa abd ibn humayd qala akhbarana abd arrazaq akhbarana ma'mar ha wa hadathana abu bakr ibn abi shayb hadathana shabab ibn sawar hadathana ibn abi dhib ha وحدثنا محمد بن رافع أخبرنا إسماعيل بن عيسى أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس غير أن مالكا في حديث ذكر طيرة يوشاغي وليس في ذكره وليس فيه ذكر الكهان مش هيجن زيادة الثقة مقبولة كوا الشيخ يا القاضي. طيب وحدثنا محمد بن صباح أبو جعفر
وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم المقسم علية وهو يديس عن حجاج السواف حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأوزاع عبد الرحمن بن عمر الشامي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير أي كوري عن هلال بن أبي أمية عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية. معنى معاويان حجاج الصواف إيا أوزاعي يا وحي متابعين أيان رواية حكوا يحيى بن أبي كثير أي كورين أيان أبو سلمة متابعين أيان. طيب وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير حزي الذي قال قلت وما أمنا ومنا رجال وحان قمد الرك يخطون قلك تشحتها وفاليه فالكي قلك تشحتها يا وبدك السيرا يا وماش عرا ماش نتقي قد قدين وكل تيري كل وسمعين أيان ما كان فالكو بيجرى مسؤولة ماذا يا يا بديو كده بياميا قال لي ذا وريوس الدرجت يا فال سؤال شاس النبي اللي ودي عليه الصلاة والسلام وحال يجري وحنا قمنا نبي الله ضد لك كتشح تشح أو لك حقوق القرى أي أحد قمنا أو مش هذا ندو وكسر صار يقول لي وحاس جره كده هيا. طيب آه. قال النبي كان النبي النبي باجري من الأنبياء النبي عاش كمذا يخذ لك شيحة النبي النبي عاش كمذا وحي إله وقد جاي وعلمي يا وحي جيب اللوجري لك شيحة حديث آه صار حيال لك حيال تدل يا ربا وحي جي سالك سقط حيلة يا إلهي هل كسوق جلنا يا علمي جيب هل كسر اللوجري بق كم يجي سبع نبي وبابا قابوها موسى إله الله الجل سبحانه وتعالى أنبياء جبريل بالرسول دير الجري قف والبابا قابو أوي ما جري وحي والنبي عليه الصلاة والسلام مثل سلسلة الجرس أي مرك قار أوي ما جري نبي بامرك وحاجري ممكن أن توصوا حريقه وحي جي سالك أصبح كصبح حيامه فمن وافق قفك وافق قطه نبي قاسي تشهدي سي عرضي وفرها قلق دنكي وافق فذاك صحوي وأن له ذلك سمعت وحال وحري معجزة من المعجزات معجزات كان نبي خاصة تاي معجزات كان يوحي أنبياء خاصة تاي أنبياء خاصة تاي قفك مركا وحال ييري نبي موافق كرتا معجزة نبي ميالن كرتا وحي النبي مهيري كرتا وما يصومها بناك الجوق مركا آه. نبي باز أرنتاسي معجزة الله قد بيقى وحي كسو كيينا وبين خرافية وحي وحبك الجيرين لأنه نبي متهد معجزانا لغو مصيين وحي لكو مصيو الدقين مركا شيء مستحيلة أي لغو حري آه مستحيل بلغو حري فمن وافق خده قفكي خدكي زيتا جعيدي زيتا أي وافق ذا نبي قاقتل وحيزي فذاك صعب النقن لكن حقيت كيري حقيت كيري ويان عرف بعضها أصونا وحبك بجراوي. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزور عن يحيى بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري قلت وحان يا رسول الله إن الكهانة نمان كان كهانة ذا إيه وحي على شيك شيكة وحصى دعي دور وحصى إيمان دور وحصى أنا نتصي كانوا وحيها يحدثوننا وحي ما شيء جرين بالشيء شيء بين نوش شيء المرر فنجده وحان هلا حقا أي ثابت شيء هنه سغن أيان هلا مرر بوح شيء وحي شيئين سيني بين نقن أبيرا وحاتري وحاسي وركوا هذا كل أحد هو تجرى تري قال نبي حجر تلك تاس أي رنتو كل شيء جان الكلمة الحق وكلمة الحق هت أو يخضفها الجني جني ذو صادفاي ملايتك صادفاي فيغريفها وكتور في أذري وليه ولجيس الجني جا ولجيس أو إنسيا ولج الجني جا أو إنسيا أو وحيان جري وحش يجري نكتيس وكتور يا ويزيد كان وامد نهابة أو معها أدي أدو يقان قابك وحلاه برحه سي وحلاه برحه قرن أنت يا هذا حق هذا جني وصو حاضي يو يزيد فيها وحقد درسا مئة كذبة بقل بين إلا شغلين عطال رباي ما أقول ربا والإيمان يا مركب حبان سوق يا يوصو نقض ما جرتو هل كي مركا الله شيء أو أمر الدنيا يا جني وملائكته كسو استراقة كسو حاضي هل كي كريمه بقل بقد درسا يا بقل بقد درسا مركز أبو قل شر مركو بين شيء وهل مرة أيو سواب كوافقها يا دكتي تيبي مركو دقيين هل كي
runta heeday waa uu sheegay tii uu baa laga fujin laayaa soo kiisaa yiri maaha warbeentan boqolka maaratan lagu karimaayo xadathana salama binu shabiib قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل هو ابن عبيد الله عن الزور اخبرني يحيى بن عروه انه سمع عروه بن الزبير يقول قال عائشه وحيت رساله اناس ضد ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان كهان ذي ويديين فقال لهم رسول الله وكجر عليه السلام ليسوا بشيء وحماها سمعت ليسوا بشيء وقف كان ساقه علم الغيب شيغان هيا وحما قال انه وحكوك يا شيغاني يا اشيغي اله مياه ما وحي يبقى اسود من ما مرك كل هذه وحى ونجرين وحب ماها وحب ماها ليس بالشيء قالوا وحيدا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا مررب وحي شيئا الشيء وح يكون حقا حقا نقدر رون نقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حير تلك الكلمة مدى سوى كلمة ذي من الجن جن حق ساي كهلان جن كاسو يخضفها كسو الضفي يخضفها كلمة ذا الجن وصو الضفي مكاسو فيقرها جن وحكور رذايا في أذن وليه وليسي أيوب كردا يا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس مركي اللي يرى هذا إنس كي بعض هروستين كبديسين وحيالي أتكو سمينيس أنت إن الجن كي بقول هذا كي قيامه لو يديو الجن كي العمانتول يرى إنس بعض يواتب كويس قال أولياه من الإنس يا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا أذكر راح يسنا يوحنا كهلا يوم وأيجب أوتي تينا يبو. مركب إن كان جني جني كان صاح هذا وح وحكتوا ريا إنسي ولي جيسي وشقينا وكان ولا كان شقيستا. السكر شق قبنا يا أو حبو السمينا يا وإلى غير كيبو عابدي أو دين تبو كبحي أو سحر بلا يوتا كنا وحولي هي أنا وقصة شقين. سوى ركع الله مقله. ويقر في أذن ولي قر الدجاجة دجاجة يدجاجته صوت كذا كله قري وحويان وصوت كذا مركا أي محوها وحقرنا يسوى كله يقول قر قر عيتنا هذا سلا سوى كله دجها أي يقول قر وحوجش شيء شنقرة فيخلطون فيها كلمة دي جن ودكت وصاري أو قر قر كوي لسيد الدجاجة ذا كله يخلطون فيها وحيقدر صنايان أكثر وحكبض من مئة كذبة بقول بين كبض ما يقدر صنايان بين تاسع يقدر صن وحاس المكان ده يسال حق ويان وكلمة حق واكوهل وحاس بيان تنفيرية طيب مدى كلمة حق أهنا وكلمة حق لكن بولئة كلمة حق وهو بولئة ويان والله صعد حي وملايكت لك صعد حي وملايكت انت صعد بابور رأي مدافعة اي كسو الضبق قرين كي مكا كسو فكرة ايادنا نكت أقول رضايا كي كاهين كيساب نكت أقول رضايا ويسلفور ايان جن وسلفور الجري بقدر ما النبي عليه السلام سوى بحديثي وأكيد اللي جاور استعري وإننا كنا نقعد منها بقاعدة اللي سب فما يستمع لنا يجده شهاب رصدة بل بفرزين جيران ودينا وحبي سود فرزين جيران بقدر ما دم بربرة يلا لسود دحي لا لسود دحي أرجع كأوه الرئي وحمقلا أكر الرئي مكري وذي دقرت هذا فيري إن الصوت قرائي أو هذي اللي جاور هي اللي جوبي جو أجيهاي كلمة ذا يا ما هي سنة يا متك قصة كي كأوس يقول ليه ذا يا كوبا كوبا سي ليه إلى متك نقول كجوي يا الله عراي بقول الله هيا كيف بدك تقصار يا إنسي جاي بن آدم كاي ماشي فردي إلا تورا بقول بين بكون درسنا يا مرك وحدثنا أبو ظاهر وأخبرنا عبد الله بن وابن أخبرنا محمد بن عمر عن ابن جريج عن ابن الشاب هذا اللي سألناه رواية معقل عن الزهري قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حسن حدثنا يعقوب قال عبد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو أبتري حدثنا أبي عن صالح عن ابن الشاب قال حدثني علي بن حسين زين العابدين أن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي من النبي الصحابة سكبر ومن الأنصار هنا أنصار هذا إيه والرمي أما هم صحابة بينما هم أجاقوا جلوس فردية ليلة هبين مع الرسول الله نبي من عيسى أجاقوا فردية رمية بالنجم وحال صوت قني حدك فاستنار مركزو إفاي إركا حدك إلهي كصوت دري كصوت دري حدك وحود هذا كدب هذا رتوك وعدها يا إفاية وإفاي فقال لهم رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام ما وحكوية لصحابة اللفر لذي ماذا كنتم تقولون في الجاهلية ما هذه جرتين جاهلية ذا مكا الإسلام كإنت هنا إيمان كهر إذا قرت الرمية اللي تورا لصقنا بمثل هذا حد قرأ كلامك الله قرأ هبين لماذا ما هذه جرتين ذو كشي كيسا جرتين قالوا حيدين صحابة ذو مركوا روي إذا بسدين إذا بكهر مريين قالوا حيدين الله ورسوله أعلم ألي الرسول كيساءك حقيقة أرنك كنا نقول وحاسب به جري
ولد الليرة عاو وحالة دلي رجل عظيم من وين وملحنا قندونا أياد شيء ومات الرجل من بعد انت عظيم من وين وملحا انتي وحسن دي جري وحد دليل وما يستان. فقال رسول الله نبي عليه السلام وحيري فإنها حدقا لا يرمى لمقنا بها نجمقا لموت أحد قفل مشدي سوى مصر طورا لمصر قنا ولا لحياتي دل شدي سنة لمصر قنا ولكن ربنا ربك أنا تبارك أي تزايد خير خير كي زبري وتعالى إلهي سري اسمه مقعيز سري إذا وقتك قال وقضى حكم أمرا أمر أمر مركو حكمه فوق سبع سماوات مستوي على عرشه مباين على خلقه سبحانه وتعالى ألقي صوت مكسر إياه مركو إلهي وحكمه يا الله دتك قارد أي شكي قليل هذا القليل بكم يترسل الله السلام والعافية أو خالقنا وري وقرانك يا سنانك متواترة هي يا قرانك الكريم كها بهذه الآيات الكثيرة القطعيات أي وضع الديان أو حتى في طردي السليم هذا القلب ابن آدم وكهلا يمر والبابا إلهي سبحانه وتعالى السماوي إنه صمدك صنع ما على وحس الريال نايك وككر ريوح والنبا إن دوض القرية هذا اللي قريه قفك عصاق وحويان ربي جيسبا أنا قولي ميش وجيره أنقرني سو نصيب دركو ما دعين نصيب درسكو ما دعين قران لا ربي ميلو كجر سبحانه وتعالى يا آيات القرآن كي حديث متواترة وحسكوا رأسيهن أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه استوى على عرش استوى على العرش آيات فربنا يا حديث فربنا متواترة يا كوس عرفتي مركب وحبش شيطانكم ينقفك وعيارن أو نصوص أو أركو أو خياله وهمية أو لا شيء جاي أو شكوك يقطع كوس ريسان ريب أيان قلبي جيسا ينمارة الجرين أسكيل علي. طيب إلهي سبحانه وتعالى إذا قضى أمر مركو حكمه أوفيز حديثك صبح وحا سبحان الله يسم حملة العرش عرشها الله ملائكة حمبار سنين وأفرأه قيامها نسيدين لقد يدونه إيات سبحان الله به إلهي النزاهية ثم كذب صبح أهل السماء إهل سميه بهدنا سبحان الله يسم الذين يلونهم حملة العرش يكون كحيقي والسماء تضبات جوري أياه وحيلين أيانا سبحان الله قضيه إلهي وحكمي وحقوه الرئي مقلا علمي قاس الله هلا يوا حملة العرش حملة العرش علمي قاس وحي قارسين أيان سماء السابع قوة جوغة حتى يبلغ التصبيح مركا حكم كي الله يدعي مركا سي صوتك نواقاسي أي ملائكة لما قرباه انتي سلدعه أي وضع دعايا وضع دادر أيان حتى يبلغ التصبيح تصبيح ده وحي سوى قارس أهل هذه السماء الدنيا سبنا السماء الدنيا هذه هذا كوة جوغية ملائكة جوغتي تصبيح سوى قاري إنه قضائي حقوق نعي علامته السيسية نواقته سياب مقيا نعي نواقه سيسية لا تصبيح سرى يان ملائكته وين الدادر أيان كدب بعدين فزعي أرقحي عبسيدي لقى الساري مركز إسواري سنة أيان ها. ثم قال الذين كوي ووحيدا أيان يلون لحريري حملة العرش ملائكة عرش وحمبار سكو لحريري بل حملة العرش كو عرش وحمبار سلاو حيكون هايان ماذا قال ربكم ربك محيري حكم بحكمي حكم كمحيري نوشيغ فيخبرونهم وحيو الشيغيان ماذا قال إلهي وحيري بحيو الشيغيان إلهي حكم كاسو حكمي مامل كعاسو كلمة لا أسأل لي وكو حضلي الشيغيان قال فيستخبر بعض أهل السماوات إلو سماوات قار كوبا وحي ورئيسني بعض مركا كالي خبر ويدين حتى يبلغ الخبر خبر كي علمي حقا لك سوفلي حكم كي حقا لك سوفلي إيا الرماها سيقع إن أرضا وحا لغو حكومي دونو أما مامل كاولي عدونو أما الأبار أما الروب أما الدمرش أما كده وحا صعباني خبر يأدون كان عدونو إيا سمضا ماشا سمرايك قولا يسو ديبتي مركا دمو حسوه قال يا سماء الدنيا ملايك تجوكتا سمضا حقا نسوحك جن يقوله وضع مرة سماه إنه قد بل لكن سماء الدنيا كل دوان كرا فتقذف الجن جن يبقى وحصاد في السمع وحو مقلي فيقذفون إلى أوليائهم أولياء ذو الإنس هاي يستشق يزن جرين إكاهنك يا صاحبك يا كتاب قابله يا وحبار باري وحفر عرق وحاسو وركا بدكاسو شقيا يقذفون إلى أوليائهم بكسو طوريا نكتأو طوريا ويرمون به وكسو قنايا فما جاءوا به جنّيّا وحي الله إمادان على وجه سدوها
قارب بلغة قارب وضم أبرا لغو لفنه وقبني وحي سدوها أيو كينان فهو حق حق وإيان ولكنهم كهندي إيا إنسي كوي كهندا يدد كهروسناي يا يغرفون وحي كدريان فيه كلمة حقه ويزيدون كزيادين أيام مئة كذبة بقلب كدريان ساسي ورقو صعدي وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاهم قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو حق وحدثنا ابو ضار وحرمل قال اخبرنا ابي واخبرنا يوسف وحدثنا سلام بن شبيب وحدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل يعني من عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الاسناد غير ان يونس قال عن عبد الله بن عباس اخبرني رجال من اصحاب الرسول الله من الانصار لما الصحابه هذا ما هذا الشيء لشيء وايو وما دم لان كلهم عدول لما انت عدول وي وفي حديث الاوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي إمام الشام وحيل ولكن يقرفون فيه ويزيدون وحيكربين أيام وكزيادين أيام وأنتوبين أيام غرف تيمبين أيام بوحين أيام بألك كلمة الحق بين كزيادين أيام وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه كلمة الحق هذا يدلع سين أيام كرب يقاب أيام من الرقي وحما يكون در أيام ويزيدون وزيادين أيام كلمة هذا كرب يقاب ويزيدون وزاد في حديث يونس وقال الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو العلي الكبير مركا صوت كأي مقلار ملائكته ووضع دادان أيان مركا داتان خشوع إيا عبسي إيا كلمة أيضا حق الله كسوف الشيء إنك ما يقان كلمة الله مقلينا قرآن كان كريم كان أقلينا هو كلام كلاهي وهذا الكلاهي ملائكته كلمة الله أي مقلام با عبسي درتيد بي أرقق حدرتيد بي لده هذا أيان إنك كلمة الله قرآن كريم كما عينا ونقرأنا ونخرينا ونجسرينا وشركينا ونتابعين يا قصد قلوبكم توي قلبك بقى انجاكي حتى إذا فزع عن قلوبهم إذا أزيل الفزع عن قلوبهم فزع على ما نتبعنا بأن إزالة الفزع حتى إذا فزع مركي لغزولي أرقحي عن قلوبهم قلبي وضع لغساره مركو رواية دعي لغا درتي كدبا لغساره يا مركاسي سومير سنو قالوا حيداها يا ماذا قال ربكم سماء صابعة كو جوغيبا حمارة عرشك ويدين سماء سادسة كو جوغيبا سماء صابعة وهكذا إلى سماء الدنيا رب محييري أو حكمي قالوا حيداها يا الحق حق أي إلهي كو هذا سبحانه وتعالى قال الحق حق بو إلهي كو هذا لي حقي ومركا لسويدين يا سواشا سويدين أي علمك أي حق أي حكم كاس يقولوا قربك هل أسي وحين كذب دين الجندي أي أسكد دين وحصو حضر وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ابن عبيد الله معقل كصمري أوزاعي ومطابعين ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون بقراء قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد الأنساري يحيى بن سعيد القطان به أنساري مه وشيخ لبات يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عبد الله العمري عن نافع النبلة بن عمر عن صفية بنت أبي عبيد صفية بنت أبي عبيد الثقفية زوجة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر حاز كزوي صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي نبي عليه السلام هو إنك سمت كمرة أي كولي صفية بنت أبي عبيد الثقفية عن النبي صلى الله عليه وسلم بكورة قال نبي قحير من أطاع عرافا منك فالية أتغى فالية الذي يدعي ويزعم معرفة الضال والمسروق وحد رمي يا وحد لحظي إنه قرنا يقفك الشيكته إيه وحساب ضدك لأنها كواسة وحالها عراف لأنها سيارة بضم باستعمالا قاربة وتصبح كفالية وتصبح سأو قلقلقلي وقلقلي 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 وكا من أتى عرافا فسأله عن شيء وحويديا انتو قلتك هدرا وحويديا وحمودا لم تقبل له لقاء أقبالي معايو صلاة 40 ليلة أفرتنا بين صلاة لقاء أقبالي معايو ليلة هذه الاسكين إدلاقاء معالين تبا كجرت وعشان تسلا الله ولا سعطوي هذه معالين لقاء نبين كبا كجرة مركا أفرتن معلمات من شان صلاة هذا صلاة دي وتكان لما أقبال أيو النبي صلى الله عليه وسلم خسر الدنيا والآخرة أصدقوا عرافك أو شيء أحبا كجرن كذلين إيا أصدقوا إلهي كفق علي سبحانه وتعالى ولذلك هداد وح الله واحد ويديسه وكان جوابي وح الله واحد ويديسه وكان جوابي ده ترى أباها يا أبي أبا صدق صنكار دينتي بالكور ندقي بقول نجبح مالو قال أنا ما نقانه
وإيمان دونا بقولي مل أبوك صعبها منا تعرف مسألة عن شيء لم تقبل له صلاة 40 باب وحكم سب سنة هاي مك لا لما أقبل أيه يويك تهاي ويك على تهاي لم تجزي الإجزاء والقبول بك الدول يجمع علماء كويهم قفك عراف كأتجي أفرت كاس صلاة ضاد لقى أقبل ما هي اللي يجري إن صلاة هو تكل أي أصحري صلاة هو أصحري لكن واحد الذي دوام حي أقبل لما أقبله لأنه صلاة دان اللي تكلي شروط دي يا أركان دي أنت بواله علي فسادك وحكيم بشيء عن شيء خارج عن الصلاة وحصل هذا كبحسن أو عقيدة حمضة أسأه أي يكيم مركا هدو ساي هينا صلاة دواي أصح دي صلاة الشرد دي شيء الشرد دي سهدو فاسد يهي أما عينتي سبع أن الله قلين أو لديدين يهي مركا صوحو نغضا شيء فاسد نغضا شرد دي هدو قمارتي وباشق وجوغين شرد دي بالواي أما حوها وحق قلي أما عين الشيء مركا نهي هدو الأبلا من تقلو مركا صوحو نغضا يعدم الإجزاء أدو الزام قرية أكيد هاي الشيخ عبد الرحمن السعدي وينأت التحريم في نفس العمل أو شرده فذو فساد فذو فساد وخلل. طيب باب الحكوزة بسنة اجتراب المجذوم قفك الجودان كقباه إن لقفك هذا والنحو يوحل لمتك عذو الرضا فقطرت له أدب بضل وكل سوية كد ديريين ذاتك قباه إن لقفك هذا حالة صوام الرأي ضاعونك إن المشى وقد عي آل الجرين لقينا عرر المشى وقد عي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام بن بشير حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله وهشام بن بشير الواسد عي على بن عطاء عن عمر بن الشريد عن أبيه أبي الشريد قال كان في وفد الثقيف رجل شريد كاسا ثقفية وعليه كان في وفد ثقيف وفد غير ثقيف وأنا ما كنت طائف دقنا وبنو ثقيف ربيه تري عبد الله بن مسعود كان في وفد ثقيف بن هذيل والله رجل نبا كجر وفدي إماضي نبي قوي من عليه السلام الرئي ثقيف ده ضعيف وكيل قبام والحوق لقوا حلقة قادواي ما كنت دمدت كي إسكسوا إسلامي بيعاير نبي قوي من وفدي بيصدر سلام وحكجر الرجل نبا جذوم جودان قبا جودان كوا عذر نسأل الله صلاة وعافية تلك كدعا حمناها انت بدان قلا وحمنتو أي بوغي إيسو كدبنا أي مذوبان إيسو كدبنا أي قوقو إيسو جودان بلدها فأرسل إليه النبي نبي عليه السلام بقى وحود دري فرين وفدي بقى يمد وفدي جاي النبي قوي منا من ضرب إنه نبي قعد صاروا ربا أو بيعدي يهشيس كنبي على كلام نين كاسة كجرا لير وحود دري إن عم وقد بايعناك وأن كلام بايعوني كلاما يعني هذا فرجع إسك النقو هذا هو وأن كلام بايعوني أتكون ما زنتها وأرد كنقو كان تمس على النبي صلى الله عليه وسلم الرسول إمام المتوكلين انت الله تعالى صارت ايمانك ودي رسولك عليه السلام ما توكلك على الله تعالى صارت اعتمادك عقيدتك اي وكل دوانت هي اسبابتي ان الله يمات مساله ومساله الاسباب هذه سببت الله يمو تحذر وهو بنا قدر الله قضيز وكسعله حدو دعانا قدرك الله امن او رمي ان قد بايعناك فرجع اسكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسكن الله ما كان له صام الري فر من المجذوم فرارك من الاسد قفك الجودان قبل كعر سيدي اللباح وقع الرتوكري أما حديث وهو حاجر سقى النبي عليه السلام ومن جودان قف جودان قبل حديث جابر ويمت ويري جودان كيف وحلق عني النبي عليه السلام انك جودان قبل يحلق عني كل ثقة بالله وتوكل عليه أيو يري عم إلهي من كل صورنا هاي أستقى أنا تلسع ردينا عم انتو يريبو عم تدلع عني حديثك ضعيف وياك وهو مخالف لما في الصحيح حديث صحيح هذا هو خلاف سيئة صحيح كسوان إن لقفه هذا يا صحة كتاب الحيوان حيوان كتاب كيسيبه كسوان سيئة يا لها مصاسكي يوحي لميت كارم إمان دوانا ساقو ناسي لأولم لها باب في قتل حياتي مصاسك ديلكو هذا وذي طفيتين وليبا ميتك لبدا دي الليموت نبرك كوله لبدا دي الليموت عدعد مصاسك نبرك كوله والجنان إيا مصاسك قودهان وغيرها الحياة أبي سوين كذي والضفيتين والجنان وغيرها أنا قبضت كيرين عبد عبد الله الجنان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان وابن نمير عن هشام حو حدثنا أبو كريب حدثنا عبد حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قال أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمري بقتل ذي الضفيتين مسك الله بضع مضب عبد عبد الله كله ما يسد قارة تام الدليل والنبي عليه السلام فإنه يلتمس البصر أرق الرداء أرق تراه معنوف تيسا ما أرق واركايا
ويصيب الحبل أورك إذا أنت حاملا أنا هو أصيبايو أرجيسا أي أرجت أما نحدين أما عنوفتيسا أما قرين كيسا أنت هو اللي يري أيو أصيبايو أورك لو سوري ذا بالخطر ويمكا هل الدلو أسوكا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا ومعاوية أخبرنا هشام بهذا الرسالة وقال الأبتر وضد ضفيتين مثل قال أوزوري أبتر مثل يرى هذا سينتا قوانا ما سينتا ير أبرس بيسك دي جرين وضد ضفيتين مثل هذا مارت دي لمود له أي عد عد كواسي دي لماشا كوارة تام رسولك عليه السلام وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقتلوا الحيات دي لما سسكة وضد ضفيتين ولب سيجارة مثل الأولى ببراد له والأبتر مثل سيانتا قوان أبرزك فإنهما يستسقطان الحولة أوركي سور ردان ويلتمس على البصار أرق روي ردان روي رعانو أجيونا وحبي يتدكي إنها تران إنها تران مساسك هو عدو خطر بضان أو كالدرم أو سيكا للدردرين سيكا للدردرين ضد ما أركيسا هذا إسبتال الله إيو ضد فرياء أركيسا وقنيني إنما ربضان قرسي من باب الفائدة حديث كي نبي عليه السلام دعاء النبي قال إلومن قنينك يا مصاصك يا خطره ودم الاسكلاح حرس علاي يا شيخ حرس حرك يا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق انت هالمامي أذكرت هذا كنت رصو يومي قال ليلي سعرك وبرت أعوذ بكلمات الله التامات من شر من شر ما خلق هذا ترى وحكو أصيبه ما جرته قال فكان ابن عمر عبد الله بن عمر روحه هذا حديث النبي لما قال مسهل الديرو يقتل وادلي كل حية أبيسة مسك استوى وجده هلو فيدلي جري ملك استوى الجري هذا كوارك مدينة مال البابا فأبصره وحارك أبو اللبابة بن عبد المنذر صحابي قال أنسالي قال أبو اللبابة اللي يرى هذا ابن عبد المنذر واسمه بشير أي أركي أو مس زيد بن الخطاب باركي رواية صوص عطلبة هو أركان وهو عبد الله بن عمر يدارد إريا حية أبيسية مص إريا أي أركان فقال أبو اللباب وحجري إنه قد نهي والا الرابي عن ذوات البيوت كوا قريها جو والا الرابي مسلسك قريها جوغة إلها قريها كجرة كوا يقع إمرك هراء الأركب اللي ديلو والا الرابي يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي عفوا أمر كنبي هو أمره هل ديلو عموم بو عبد الله بن عمر عام كحم باري مصر دم ما له بها جوجي مرجع علي خاص باسكو يا كجرو مصر دم ما هي كوا قريها جو يا هو لسك اهبين نضافة وين وين دارنا هنا ما بنا يا ماشن ما قت يا لدي هدي سي جو ما كسر لدي لا يا سببتنا وانا ما عندنا حديث كا حديث بنا ما عندنا طيب وحيري انه قد نهي عدوات البيوت والد 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 يقول لنا هي مركي دم به mid kuwa guriyaha jooga in markaba la dilo guriyahaas waxa la isku hayaa ma guri oo dhanba mise waa madiina si raajix waxa weey madiina waay madiina nabiga cali saab si gaar u sheegay sallallahu alayhi wa sallam oo yiri magaalada madiina waxa jooga jinni islaamay jin islaamay ba jira oo iska soo dhiga mas iyo abaysi wax iska soo dhiga kitaab ka soo yar ka soo duubay wax ka soo yar ka soo sawiray daayid marka جن إسلامي أيها جوغة مقالة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يري آه. جن إقاس مركا أي شيغان قاركوت أو شراح دا مسلم قارك مدى أو سوء روريي تنبيه المعلم على مبهمات مسلم وحاكم هذا مقاعده ذبو الشيقي بقى كل شاصر بقى ليه تريبه شاصر يا ماسر يا منشي يا ماشي يا أحقب يا وسرق يا عمر بن جابر مالك بن ابن مالك وزوبعة وزمعج والفارعة ووردان وهامة بن الهيثم وعمر بن ضارق انتهى كلامه جن با مركه مدينه مدينه اسلامي جن كان و الله اسهل اي انه مس اسك دغو حيوان كان اسك دغو marka hada dishan asagoo muslim ka haa waxa ku yeelay in oo dishay buu noqonay hadilina dirba dirba hadilina
والله لا يا سيد حبيبي والله يا رجعتك هدو مركز وسيجوا شيطان ويدله بير سيسوسات. قالوا حدثنا حاج بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمر بقتل الكلاب أيده إلا الله أيه أمري يقول علي اقتلوا الحياة مسسك الدلة والكلاب أيده أي حل بيهات مركي جبريل نبي عليه السلام وكدا هاي صوت أوجري أي جوري كجران أي ماوي أي قاركوت شجعين ما يعذر بقول لإرداء الكلاب ساس الله بابينا مركي دم نبي حجري مت كدت كلاية سائل كمويان مت كمدو كوا كلاس كدايا واقتلوا ضد في تير مت كلا بلا الأبرك كله يا والأبتر مسكة سنت جوعنا سنت عليهم فإنهما يلتمسان البصر أرق رويت رويس استقطار الحبالة أولك أورك أورك جردان قال الزهري ونرى ذلك من سميهما وحنوارك أن صوبت أي إنها أطران حاملة أسر الردان حمل جيدا وصمت هذا والله أعلم بولي قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك عبد الله بن عمر حديث ما كان مغري وحان نقالي لا أترك إذا نكتقين حية أبي سؤارها نركو إلا قتلتها مسأل الله لمسك أركبه ونكب الله فبينما أنا أدارد أن أريه حية أبيس يوما مال من ذوات البيوت هو قريها الجوغاء مر بي زيد الخطابة إصامري أو أبو اللبابة وأنا أدارد أن أريه فقال وحير مهلا أكاد أكاد يا عبد الله هدرين فقلت وحان إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وحامر بقتلهن إلا الدرو سنة أكاد قال وحير إن الرسول الله النبي عليه السلام قد نهى عن ذوات البيوت مركب حق الرئيس عمومك أسك وحاوي مثل هذا عام كتما هذا يحمل على عمومي حتى يأتي ما يخصص مركز صحابته إنه يكون عمل في الجرين مسألة العموم والخصوص والمضرق والمقيد ويكون عمل في الجرين عملهان مركز قواعد يوم كفن أصول الفقه اللي يرى هذا كذا البعض لقاء اللي فيه لقاء روريه أقول لكن سليقي يسجيه هذا طبيعي وهذا ويكون رقم الجرين وما ينبعانين مركز إنه أي برتان مركز عمومك وحالة يري خصوص بها كدن بيه والله خصيصي كوا قريها الجوة كوا الجيران وحدثني حمل بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يوسف وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاوي حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب يعني يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح ابن كيسان كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن صالحا قال حتى رآني أبو اللبابة أبو اللبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب اللبابة ويركن فقال وحي يقول دهر إنه قد نهى ونبي الرابي كذب عند ذوات البيوت قريها الجوة وفي حديث يونس اقتلوا الحياة الدلة مسسكة ضمان ولم يقل ضد فيتين ولا ابتر قال وحدثني محمد بن الرمح أخبرنا الليثحاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدث واللفظ له قال حدثنا الليث عن نافع عن أبا اللبابة تكلم وحول الله ابن عمر عبد الله بن عمر أي الله هضلي أبو اللبابة أنا أؤمانا يا عبد الله بن عمر درس بين نقدين وحول الله هضلي ليفتح له إن أفر بابا الباب في داره بلوت كهذا يباس كهذا وضع يغفر بويري يستقرب به وده وهذا إلى المسجد مساجدك وضع مساجدك وده وهذا يغفر الباب كهذا إيوه قولي هذا بجري ويهي برسائنا واعو قلاضي واعو قلاضي وهذا وقفك قويرا ورده يغفر كيف يبنيه إنه أغفر طافيعا ها وصدق يكون نقن جارية أجري ثوابت كيري درس كيو الإحسان وصما يسوي لكن إنه كل نبتة أو كعلسة أو ماشوا جاري صامر ما عندهم الله وي ما هذا ماذا إنك سعرنا يا أت على الله وي ما هذا وحاس معها بقنا كمسلم كماها بقنا كإسلام كماها جدت كوالرتي سيدت كأي عدو ويهين أن عبيهين والضرب يعليهين من هو الباب عزكوا ده أنتوا عريك أنتوا عريو درب هذول استحطة أض يفيل جم وهذانا قصي قباني كل هذا وحوي يروى بقنا حن أو ناسين وإسلام كنا قف عرين وضي فربير وقف فربير وحوله وعليه مجرد فوجد الغريمة أررتي وضد فريسي الباك فريسي وحي أركان جلد جانن مسحوبك مسحوب سيبتي وحوب سيبتا مساسك أيو أركي فقال عبد الله بوحي التمسوه حوبك هدوكي يا مسك كمان ديري الرادية فاقتلوا الدلاء فقال أبو النباب وحي لا تقتلوا ما يهدلين هدلين سوقريه مجوكتو فإن الرسول الله النبي عليه السلام نهى وحر عن قتل الجنان مساسك إلا الدلاء التي في البيوت قريها الجوغيه هدلين أبو النبي عليه السلام مركا والاهبين وبيدين خاص قطاي ايا علم دبليه قار عموم كدير واجران قال وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم حدثنا نافع قال كارم بن عمر يقتل الحيات عبد الله بن عروه ودل جرى مسسك كلهن ضمان مر قاركبا حتى حدثنا ابو النضال بن عبد المدير البدري وعنو شيخ ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الريب عن قتل الجنان البيوت كو غريها جوه فامسك مكان سوجوجي قال حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى وهو القطار عن عبيد الله
العمري أخبرني النافع أنه سمع أبا لبابة يخبر ابن عمر عبد الله بن عمر بكور رمان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان إنه نهيي. قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا أنس بن العياض قال حدثنا عبيد الله العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي لبابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الدبع حدثنا جويرية بن أسماء ومن جويرية أفرسد ناق ما ملع ملع وين قلت بالله استعماله أسمدنا أيضا وعصونا وانن جويرية ابن أسماء بعد ما كده بنت مديز جويرية ابن أسماء الدبع عن نافع عن عبد الله ابن مسعود عفوا عبد الله بن عمر أن أبا لبابة ابن منير أخبره أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا لبابة بن عبد المنذر البدري يا نبي وكوري انه نهار ريبي عن قتل الجنان التي في البيوت كلها جوبت بس كلها جوبة بس كلها بينا يا والله دارينا يا ونضاف بالدي ونحرجو كبالدي. قال حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب علي الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني النافع ان ابا لبابة بن عبد المنذر الانصاري وكان مسكنه بقباء وركوره وحد قران جري ماشي الى قباء مسجد قباء ومقالب المدينة يتون كذا كفك حلو وجره فانتقل وحوسه وقوره إلى المدينة مقالب المدينة ويكال دو ايكال قوان عين مدينة ايوسه وقوره سو مسجد النبي ويوسه دو هذا يحرم. فبينما عبد الله بن عمر جالسا فرديا معه منك ابو اللباب الله فرديا يفتح خوخة له وضره وفره خوخة وضريق وضره وفره مسجدك وكاده إذا هم طلن يردي بيش أبي سيسي يجب وحي أركان بحية من عوامر البيوت أما يسوء مص كوا قريها عمره قريها الجوغة فأرادوا حيدا عن قتل عين الدلال إن عمره الدل أبو ليه فقال أبو البابا وحور إنه قد نهي عنهن عوامر قريها الجوغة ولا دين الدلو يريد عوامر البيوت بوجه ذاية وأوره حال أمر بقتل الأرتر مثل سينتا قوارا من مسك سينتا ير يوضط فيتين مثل لبضا برله كاسق ولا دين مش الوارق وقيل وحال يرهما اللذان والله بضا سير الله بضا يلتمعان اي يلتمسان البصر ارق اعتراضتك ويدرحان اولاد النساء عرورتها وين كانوا كسو تورا علاش كجيره. قال وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا محمد بن جهاد حدثنا اسماعيل هو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه ابي سو نافعه ابن مولى بن عمر قال وحجري كان عبد الله بن عمر يوما ما عند هدم له وحجري ميل عند هدم اي عند مهدم له مال أسأله هؤلاء للدمية أي أرجو للدمية هدم مهدم له أسأله أولياء هاي بيش للدمية فرأوا حواركي وبي سجاد مصعد دين كيس بواركي مصعد مصعد كياري ركاو ولا يري ما هي حب كبا صوم الرئي فقالوا حواري اتبعوا هذا الجان راع مسكن ماشا كم مغررات كيسا أما حب كيسا فاقتلوا الدلاء. قال أبو اللبابة والأنسان بواحواري إني سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحكم على سواه نهار ربع عن قتل الجيران مسسك إلا الله التي تكون في البيوت قريها جوكته وبيسك وعضدة إلا الأبتر أبتر كي يوضط في التين مهيني فإنهما اللذان واللبض يقذفان البصر أرق الرذا ويتتبعان راعا وصنت وضو ما في بدون النساء وانك علوش دو حكو جري راعا رسول رذان. وحدثنا هارون بن سعيد الليل حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة أن النافع عن حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر وهو عند الأضب أسوى أرجو عند الأضب أضم وجمعه أضام وحاول ديرك الوالي هذا قريها الوالي هذا مركز سوى أرجو الذي عند دار عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب دار تيسا دربي كده وسوى أرجو يرسد حية أو جبنا يا أبا إسامة مس أو جبنا يا يقبل لبابا أركي هدير بيرتن قريه جوته بنحو حديث الليل بن سعد قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الله قرار حدثنا ومعاويه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع النبي النبي مع عيسى جوغني صلى الله عليه وسلم في غار غار كوحالي إلى هذا بورها هي قوة قر فيها هي ميلها خوستو ذئه يا غار لي هذا غار قلت كأقول كأقول كأثق ببعضي لكن قلت كبورها خوستو ذا يا غار لي هذا هل كان كنت جري وقد أنزلت عليه وحان النبي قال وسود الشيء والمرسلات عرفا سورة داسة نبي الوسو دتشيي أسوه حجة وداع كاللابتي عرفات فنحن نأخذها سورة دبان قادنين من فيه النبي أفكيسا ربة حالي قينته هدي سودكتي من الله إلى جبريل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم صحابنا المركبة يقعد كل دقيقة توس بقادنا يا ما الله مصومرين بسند العالي نأخذها وحام كقادننا من فيه النبي أفكيسا ربط الأيض وكقير ومركاسي وحي النبي عليه السلام كسو الدقي إذ خرجت وحان وصبح علينا حية
قرف يوحنا ليس بودون أبا يسيا مص. فقال له وحيري اقتلوها الدلة، فابتدرناها ونكل أردنا لنقتلها إنا الدلة، فسبقتنا وينقاها مرتين وقد كيري ميل بقشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. وقاها الله إلهي بدباذيي شركم وحا لما قردني شرتيني إلهي إياك كبد باذي ويبحثتي كما سيدي وقاكم إلهي إذيك وإني بدباذيي شرها شرتيني وعلسكم مقنعي أيضا إنا نكسي سير ربتي أيضا إنا الدلام بير ربتي إلهي بإنا كبد باذيي بو نبي عليه الصلاة والسلام مالك إلا الدلاء يماشي الواركو أيضا لك قاتي. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير على أحمد في هذا الإسناد بمثله. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن الغياث قال حدثنا أعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أن الرسول الله نبي عليه السلام أمر وحو أمر بقتل أمر وحو أمر محرما قف محرمة قف حجك عمره كجرى محرم لها بقتل حية أبيسين الدلاء ومص بمناء مناء ما حاسكوتي بن مركة محرم شوغا حرمك اللي منا وحي كميتها حرمك كميتها منا هي مزدلفة حرمك كجران عرفها حرمك كبحصن مركا حرمك قديسي هي محرمك سيدك يوانا يلودي إنو ديلو أيو حلو قلاضي حدوبة وحن مسيح أم أبيسي إلا ديلو في الحل والحرم يلود لأيا حرمك جوكتو يهدد كبحصنتهاي يهدو قفك محرم انت بوالد ديلايا سبحانه. حدثنا عمر بن حفص بن قياه حدثنا أبي حدثنا أعمش عن حدثنا إبراهيم على الأسود عن عبد الله قال بينما نحن أنك مع الرسول الله نبي عليه السلام عيسى في غار بمثل حديث جرير ومعاوية أيو الشيقي والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.